فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد أن الإنسان إذا كان في مكان وهو خائف من عدو أو من حيوان مفترس، هل ورد أنه يؤذن؟ أنه يؤذن؟ يؤذن؟ نعم. الأذان لدخول الوقت، ما هو لأجل الخوف، إنما هو لدخول الوقت. نعم ورد إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الغيلان الجن اللي يتراءون للناس على شكل نيران أمامهم، يجيك من أمامك ومن خلفك على شكل نار تظنه نارا وهو شيطان أو جني، هذا يطرده الأذان، لأن الشيطان يطرده ذكر الله عز وجل، فتبادر بالأذان لأجل أنه يبتعد عنك، لأجل طرده. أما السبع هذا ما يطرده الأذان، السبع والعدو ما يطرده الأذان، إنما يطرد الشياطين. وربما أن السبع يجي لك إذا أذنت، يسمع صوتك ويجي، أو العدو يهتدي إليك ويجي، فكونك تخفي نفسك وتخفي صوتك أحسن. نعم.